جربوا الصوص ده يا جماعة، دمار، أحلى صوص بجد، تحفة. يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة، مساء الأمان وراحة البال، مساء الطمأنينة. يا رب يسعد قلبنا وقلبكم يا رب، ويفك كربنا وكربكم وكرب الجميع، ويريح قلوبنا ويطمن قلبنا على نفسنا وعلى أهل بيتنا وعلى ولادنا يا رب، وعلى كل حبايبنا أنا وإنتم وكل من قال أمين من قلبه. الفيديو النهارده جميل جميل، انا مش عارفه، انا بحب كل فيديوهاتي، كل فيديو بنزله احلى من التاني بصراحه. فان شاء الله يعجبكم، وانا متاكده انه هيعجبكم جدا وهتاخدوا منه افكار لذيذه. في الفيديو ده انا هعمل كذا حاجه. اول حاجه بحب ابتديها معاكم ان اعمل لكم صنف ينفع تعملوه كتقديمات في العيد او حلوى او كده. فالنهارده هعمل معاكم تقديمات كده تعملوها في العيد جميله جدا، بجانب هعمل خبز عروق، وهعمل يعني خلونا مع بعض في فيديو افضل. في بدايه كده هجيب بوله هحط فيها كوبايه ومعلقتين كمان، يعني ممكن كوبايه تحتاجي معلقتين من الطحين. لو عايزاها ناعمه قوي خليكي على كوبايه واحده بس، كوبايه طحين، بيضه واحده، رشه فانيليا، و100 جرام من الزبده. وطبعا الزبده تكون احسن نوع استعمليه علشان هي طعمها زبده، هي كلها على بعضها زبده بس. وخلصت الوصفه كده، انت كده خلاص خلصت، بتتلم معاكي في لحظه. بتجيبي قوالب الطرت وتبداي ان انت تعمليها كده. لو ما عندكيش قوالب الطرت وعندك اللي هي بتاعه الحلوى اللي بنعمل فيها مثلا الحلوى بتاع اسمه ايه ربي، الدونات الميني صغيره او اي حاجه، هاتيه حطي فيها. انا عملت بشكلين، عملت هنا علشان دي هنعملها بطريقه معينه هتشوفوها دلوقتي، وعملت الطرت، قوالب الطرت. انا عايزه اقول لكم ان دي انجح طريقه انك تعملي بيها طرت، وجميله جميله، وصفتها حلوه. يبقى كده مقاديرها 100 جرام زبده، كوبايه طحين، ربع كوبايه من السكر البودره، رشه فانيليا، وبيضه واحده. مقاديرها بسيطه واكتبها لكم في الديسكريبشن. هنركنهم على جنب نشغل الفرن. هجيب الباف باستري، وهجيب الجبنه اللي هي اسمها ايه الكرافت، العلب الحديد دي، وابدا ان انا احط فيها واثنيها واعملها بالشوكه كده. تقدري تعملي بردك كمية من المنظر ده وتخليها كده في طبق التقديمات الموالح وقت المناسبات، يعني في العيد، بعد كده في عشاء، الأيام دي كده في غبقة تقدميها في الغبقة بتبقى جميلة، أو كصنف جانبي في الفطار. تمام، بالذات اللي في أواخر شهر رمضان يا جماعة. أنا مش والله الواحد ما مستوعب إن خلاص مش باقي حاجة. حد يصدق إن فات 19 يوم داخلين في 20 يوم؟ خلاص والله الواحد ما مصدق خلاص. يعني يا رب كده يتقبل مننا ما مضى يا رب، ونحسن في اللي جاي في المتبقي يا رب، اللهم امين. خلاص بكره هيبتدي العشره الايام الجيام، ويا رب كده نتقن فيها. اذا فاتنا من قصرنا في اللي فات، نحسن في اللي جاي بجد، ونقوي نفسنا، ولما نطلع يا رب كده من الشهر ده الا واحنا احسننا على قد ما قدرنا، وربنا يتقبل بس مننا كده. طيب الطريقه الثالثه، بجيب الباف باستري وبقسمها اتنين، وبحشيها قشطه عربي. القشطه العربيه دي عملتها معاكم كتير، تقدروا ترجعوا للفيديوهات بتاعتها. هتحشيها قشطه عربي، وتقدري تحشيها انت جبنه كيري، اي حاجه تانيه يعني. وبرده الحادق ممكن ما تحشيهاش بالكرافت، وتحشيها بلحمه مفرومه، بجبنه، جبن موتزاريلا، بس هي بالكرافت يا جماعه طعمها خطير. حتى لما بتبرد بتيجي تاكليها كده بيبقى طعمها جميل جدا، مع كوبايه، مع استكانه شاي، طعمها خطير. تمام. بالنسبه بقى لدي اللي هي اللي حشيتها قشطه، هحط لها سيرب سكر بعد ما تستوي في الفرن. عارفين اللي هي القرطاس ده اللي بنعمل عليه العجين، شكل خيوط ده، برضو عملت كده واحده بس فكره اوريها لكم، من نفس العجينه دي. انا بقى معاكم نماذج صغيره عشان اوريكم تقدروا تعملوا، تمكسوا بقى انتم تعملوا كده. طب هنيجي نعمل صوص الجبنه اللي هنحطه نحشي بيه الطرد. 4 أو 5 مكعبات جبنه كيري، على شويه من الحليب النسلي،
وبس خلاص ضربتهم ضربة في الخلاط وحطيتهم على جنب علشان نحشي بيها الطرد او نزين بيها الطرد. دي احلى صوص جبنة تقدر تعمليها. انا هنا كان باقي من الجبنة قطعتها بس وضفتها على وش السلطة علشان للفطار يعني. طيب يا بنات شايفين كده استوت وبقت تمام قوي، بس خليها ايه تتحمر شوية من على الوش. لو انتوا عايزين اللون ده بالنسبة للطرد طلعوه. اللي بالنسبة للي هي الباف باستري اللي بالقشطة حطيت عليها سيرب وهطلعها كده اقدمها بالطريقة دي في اللي هي الصحون الصغنونة دي، في كل واحدة كده بيبقى شكلها عسل، وعلى الوش هحط بيستاشيو. تقدري تقدميها بس كده لوحدها. شوفوا شكلها بجد راقي قوي، وطريقة التقديم دي جميلة قوي، بسيطة بسيطة جدا. اللي هياخد واحدة كده ومع القهوة يعني. وبالنسبة بقى للتارت، شوفوا دي اللي عملناها في القرطاس ده اتشالت في ثانية، وبرده اللي عملناهم في بتاعة الدوناتس ما شاء الله عليها بتنزل في ثواني. هجيب كده شوكولاتة اسيحها، حطيت شوية من الشوكليت شيبس مع شوية كريمة وسيحتهم تمام. وهجيب كده ورقة زبدة على صينية او طبق، واخد من دي نص كده ادهنها بالشوكولاتة، وبعدين احط بالبيستاشيو، وبقت عندي جاهزة. تقدري تحطيها بالبندق، تقدري تخليها شوكولاتة سادة، بس كيفك انتي. ودي اللي بالجبنة اللي عملنا جبنة صوص الجبنة. هجيب الطرد واحشيها كده تمام، واحط على وشها براحتي بقى، تحطي مربى، تحطي صوص كرز، تحطي فراولة، تحطي فواكه تمام. لو عندك فواكه طازة، فراولة ومانجا او كيوي، الحاجات دي كلها بتناسب مع الطرد ده، والكيوي اكتر حاجة. واحدة تانية برضو دهنتها وحطيت على وشها ايه بيستاشيو، واحدة هحط عليها شوكولاتة اللي هي اللي سيحناها. وبعشق بقى الطرت اللي هي الطريقة دي اللي هي بحط عليها لبنة وارش عليها رشة زعتر، الله يرحمك يا ماما، دي احلى طريقة برضو. وبس كده، شايفين منظرهم شكلهم قمر قوي 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 قوي. يلا احتفظوا بيها بالفيديو ده عندكم، هتبقى حاجة كده سريعة وبسيطة ومقاديرة بسيطة للتقديمات. يلا نخش على بعض ونعمل خبز العروق. طيب بنات، مقادير الخبز العروق بصل، شبنت، كزبرة، بطاط. انا المقادير كده اقطعها عندي كده في طبق، فيه كوب من الطحين، وصحن تاني فيه معلقة نشا، ونص معلقة وربع معلقة من البيكنج باودر، بيضة، بطاطا مبشورة، واحدة جزرة مبشورة، طماطم مقطعة، وكمان عندي طبق فيه شبنت وكزبرة، والتالت اسمه ايه بقدونس تمام، وواحدة بصلة مقطعة صغار، وفلفل بارد أو حار براحتك، وفص واحد ثوم مفروم. دي كده مقادير الخبز العروق الروعة يا جماعة، جربوها، خطيرة 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 خطيرة، ما يخلاش بيت منها أصلا برمضان. عندي كده بولة بحط فيها الخضرة والبصل والجزر والبوتيتا والبيضة والفلفل والثوم، فص واحد ثوم تمام. ولو عندك ملفوف ناعم قطعيه ناعم وحطيه، وعندك شنو بعد، لو عندك كوسة ابشريها تمام. كل ده بيبقى روعة في خبز العروق. البهارات كزبرة وبابريكا وفلفل اسود، كمون، شوية من الكركم، ملح، بابريكا، والبيضة. وهتبدأ ان انت تدعكيه لين تخلي الخضار ده كله يعني يطرى معاكي ويطلع الماي. افضلي ادعكي فيها لين يطلع الماي. صراحة انا اليوم اتأذيت بسبب البيض، لان انا مش من النوع اللي بحب ادعك البيض بايدي، بس هالوصفات اليوم كانت بتجبرني ان اعمل كده. ضلي ادعكي ادعكي ادعكي، وبصراحه بيني وبينكم لما تعملي كل حاجه بايدك تحسي بالحب كده معكوس فيها، تطلع جميله جميله جميله. شوفوا طريقتي، ادعكي على قد ما تقدري ان تطلع الماي، علشان انا مش بحب اضيف ماي على خبز عروق، مش بحب اضيف ماي. في ناس بتعجنها بماي، انا لا، افضل ادعك فيها لين يطلع الماي بتاعها. بصراحة كل بيدوقوا مني يقول لي خطير، خبز عروق بتاعي خطير. بعدين نزلت كوباية الطحين ومعاها شو اسمه النشا، كفشة واحدة نشا، وربع معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، زيت حار، وهتاخدي واحدة واحدة تبططي وتنزلي بالزيت، كل ما ترفعيها بتكون أحلى بصراحة. وبس كده بنات، تتحمريها يمين وشمال وتتحمص كويس، تطلع مقرمشة.
جربوا الصوص ده يا جماعه، دمار، احلى صوص بجد، تحفه. طيب الصوص كريمه حامضه او شويه جبن برمجان، لو عندك صوص الفرنسي حطي شويه، لو عندك اي صوص انت بتحبي بقى نكهته، عندك رانش صوص حطي، واعمليهم ميكس كويس وقدميها وبالعافيه مع الخبز عروق. روعه 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 روعه. طيب هنعمل كمان كبده سريعه كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان ساعات الواحد بيوصل مرحله خلاص عاوز يفطر حاجات كده، تحسي كانك بتفطري الفطار كله مقبلات، عارفين الجو ده. طيب انا حطيت شويه زيت زيتون، وحطيت بصل سوري فلفل حار وثوم، حمستهم شويه ونزلت بالكبده. الكبده كنت دي غسلتها وتبلتها فلفل اسود وملح، وايه تاني، بس فلفل اسود وملح، وافضل احمر فيها تمام. بعدين اكون مقطعه بصحن بصل وتوميتا واضيفهم عليها اخر حاجه. طبعا غطيتها وسبتهم حوالي 4-5 دقائق، اول ما الاقيها اتحمرت كويس نزلت البصل والطماط وخلاص بالعافيه. مش بقول لكم النهارده الفطار كله مقبلات؟ شوفوا يا جماعه، هتجيبي بوتيتا وتقطعيها، تصدقوا انا بعمل دلوقتي مونتاج واخده بالي ان الفيديو كله مقبلات. حاجات خفيفه، ايوه ايوه هو ده الصح يا جماعه. طب هنعمل بطاطا حره، هجيب ثوم وهبدا اني انا افصصه كده واهرسه وافرمه ناعم حوالي فصين او ثلاثه على حسب انت بتحبي نكهه الثوم قويه او خفيفه. بعدين هجيب شويه من الكزبره الخضراء حوالي يعني ربطه واحده شده، وتبداي تقطعيها ناعم تمام. وكمان هحتاج ايه تاني، ومعجون طماط قفشه واحده وحبه واحده ليمون تمام. دي المقادير اللي انا هحتاجها، ويلا بينا نحضرها. حركات حركات بقى، يعني اليوم بصوا اليوم دلع، كاتشب ماسترد، باربيكيو يعني كده. المهم خلونا في ايه، في اكلتنا. هنجيب طاوه نحط فيها شويه زيت زيتون، وبنزل عليها بالثوم اول شغله، اديله حمسه بسيطه، بعدين انزلي بالكزبره. انا طبعا نزلت الثوم عشان مستعجله، الثوم والكزبره على طول، هديهم حمسه مع بعض. هتنزلي بالبابريكا، وهنا البطاطا بوريكو حمرتها، تسلقيها سلقه بسيطه بعدين حمريها تبقى طعمها احلى. شويه بابريكا شويه ثوم، اي نكهه عايزه بقى تحطيها، نكهه بوتيتا براحتك، بس اساسها البابريكا والثوم. هديهم حمسه، معلقه واحده معجون طماط، شويه من دبس الرمان، وقلبيهم كويس. وبعدين انزلي مثلا بقطرات كده، لو لقيتي ما فيش اي يابسه ايوه نزلي بليمون كده، ليمون كتير، هي حلاوتها بانه يكون طعم الليمون كتير، عرفتوا؟ بعدين هتنزلي البطاطا عليها على طول، وقلبيها وقدميها حاره بالعافيه، وحطي جنبها ليمون لان هي حلاوتها صراحه بالليمون. هنا بقى حمر الجيمات. عشان تحضري الجيمات اسرع اسرع طريقه واسرع وصفه، كوب طحين، معلقتين كبار نشا، معلقه كاستر صغيره، اي منكه عايزاه زعفران هيل، وايه تاني، معلقه كاستر قلنا، وملح، ومعلقه صغنونه سكر، معلقه صغنونه خميره، وبس خلاص. هتحطي ميه شويه شويه مع قفشه صغيره من الزيت الزيت العادي، وهتقلبيها وتسيبيها تتخمر، وتبداي تحمريها بالطريقه اللي وريتها لكم بس. وعلينا وعليكم بالعافيه، اعتقد الفيديو كده تمام وخلص، وكافي كافي 15 دقيقه، يلا دخلنا ب 16. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بلايك وشير وتعليقكم هيسعدني، ويا رب تكونوا بتستفادوا من الفيديوهات. وارجع اقول عشان لو حد جديد دخل، انا يا جماعه بحب اوثق فيديوهات ولقطات، ما بستفادش اي استفاده ماديه
البيج بتاعتي ما فيهاش اي استفادة عليها، الا ان احب منكم دعوة من قلب اذا انتوا استفدتوا او تتبسطوا بالفيديوهات بتاعتي، وتكتبوا لي تعليق يشجعني. بحبكم، وتتقابل فيديو جديد. يا رب ارحم امي وابويا يا رب، وجميع الاموات يا رب، ويصبر قلب كل موجوع يا رب. حبايب قلبي، نلتقي في فيديو بكرة ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعة، اذا ربنا ادانا عمر وكتب لنا ان احنا نطلع علينا نهار ونعمل فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم، باي باي.